من الحاجات اللي انت لازم تهتم بيها عشان المشروع بتاعك، سواء انت كفريلانسر او عملت سنتر وعايز تكبر المشروع اكتر، انك تهتم بالشراكات. انا بشوف دايما ان partnerships are key to growth، ان انت لما تعمل شراكات اكتر هتسهل عليك انك يعني توصل اسرع، وان المشروع بتاعك او شغلك يوصل بشكل كبير. الشراكات دي يعني ايه؟ يعني ان انت تعمل شراكات مع حد بيقدم خدمة تكميلية، حد بيستهدف قطاع تاني من الفئة اللي انت بتستهدفها، ان انت تستهدف حد بيقدم حاجة اضافية. خلينا نشوف امثلة للموضوع ده. لو انت مثلا متخصص في تدريس الكبار، فانت مش بتدي كورسات لطلبة المدارس او الاطفال، فممكن ان انت تبقى بتعمل شراكة مع حد تاني متخصص في تعليم الاطفال، بحيث ان لو انت جالك ولي امر عايز ابنه او بنته ياخد كورس، فترفيره للشخص اللي بيدرس الاطفال، وكذلك اللي بيدرس الاطفال لو مثلا حد ساله طب الطفل ده اخوه كبير مثلا في جامعه او والده عايز ياخد كورس، فهو يقدر يقول له روح للشخص ده هيبقى بيدي كورسات للكبار. فدي طريقه تانيه. لو انت متخصص في ماده معينه وعايز تعمل شراكه مع حد بيقدم ماده تانيه، انت مثلا متخصص في الساينس وحد بيقدم ماث، انت متخصص في الانجليش وحد بيقدم عربي، فانت بالطريقه دي بتقدر ان انت تعمل شراكه مع الكيان التاني ده او المدرس التاني، وتعملوا كروس ماركتنج لبعض. يعني يا جماعه الناس اللي بتاخد معايا كورس الانجليزي ممكن ياخدوا خصم على كورس العربي مع المدرس الفلاني، او مثلا المدرس اللي بيدي ماث يقول اللي عايز ياخد كورس مع المدرس الفلاني ممكن يبقى فيه خصم، يبقى فيه اعلان حتى من غير خصم وهكذا. فبالتالي ده بيبقى اسمه كروس ماركتنج او التسويق التبادلي. انت وصلت للاودينس اللي عنده وهو وصل للاودينس اللي عندك، في ناس بتتابعك هو وصل لهم، وفي ناس بيتابعوه انت وصلت لهم وهكذا. ممكن كمان لو انت بتعمل حاجه تعليميه تعمل شراكه مع حد بيقدم خدمه غير تعليميه، ممكن حد بيقدم باصات مثلا، انت بتعمل كورسات للاطفال ويبقى في مكان بيوفر باصات انها تنقل الولاد من البيت للمدرسه او للحضانه كل يوم، فتعلن عن الشخص ده عندك، وهو كمان الناس اللي بيركبوا معاه او بيوصلهم يقول لهم عنك. ممكن يبقى مكان ترفيهي فانت تعلن عن المكان الترفيهي ده وهم يعلنوا عنك وهكذا. فالشراكات دي بتساعدك ان انت توصل لناس جديده او لفئات جديده انت ما كنتش وصلت لهم قبل كده، وبتاخد ثقه اكبر من خلال ان هم بيثقوا في المدرس ده او في الكيان ده، فلما يقول لهم عنك هم كمان انت كمان اكتسبت الثقه اللي الشخص ده مكتسبها عندهم. فالشراكات بتبقى مفيده جدا جدا، ففكر دايما في مين الشخص اللي ممكن تتشارك معاه وتبقى فيه ميوتشوال انترست او ميوتشوال بنفيت، ان انت ساعدته وهو ساعدك. ولو انت عرضت شراكه على حد وما رحبش بالفكره، ممكن ما يبقاش عنده الوعي ده من الشراكه، ممكن تشارك معاه الفيديو ده بس. يعني حاول انك ما تاخدش الموضوع على اعصابك او تتضايق ان حد ما حبش انه يشارك معاك، عادي يعني، اكيد في ليه بدائل تانيه كتير، وممكن تفكر في شراكه مع كيان تاني مع شخص تاني وهكذا. بالتوفيق ان شاء الله.